للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المختص بالشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين العواودة. أهلا بكم أستاذ صلاح. إلى استدرى في دين هناك أنباء عن مقتل شخصين وإصابه 25 آخرين بقصف صهيوني لوسط غزة، كيف تقرأ القصف الصهيوني على غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لكم والسادة المشاهدين. أخي الكريم، يبدو أن الاحتلال لم يستوعب حقيقة، وربما غزة لا يقبل بما يقبل به الآخرون في المنطقة. الاحتلال يعربد أينما يريد ويقصف أينما يريد ويفرض المعادلات التي يريد في أي مكان في قطاع غزة. هو حسب ما اعلن الاحتلال انه بدا الغارات على قطاع غزه لوقف الطائرات السلميه ولوقف ما سماه الطائرات الورقيه الحارقه والبالونات الحارقه، ويريد ان يفرض معادله بان اي بالون حارق يخرج من غزه نرد عليه بالقصف بالطائرات، ولكن المقاومه ردت عليه بالقذائف، وهذا ما اخرج الاحتلال عن طوره، يعني افقده صوابه. الاحتلال ليس معتادا أن يجد أطرافاً في المنطقة ترد على عدوانه، هو يعتدي على سوريا، يعتدي على لبنان، يعتدي على أي مكان، على السودان، بشتى بقاع الأرض تقصف طائراته ولا يتلقى الرد، أو هناك من يتوعد بالرد في الوقت المناسب، لكن قطاع غزة يرد على هذا العدوان مما يلهب نيران التصعيد في كل مرة. القصف الصهيوني فجر اليوم تبعه رد من المقاومة على مستوطنات غلاف غزة، هل بالإمكان أو بإمكان المقاومة مواجهة التصعيد الصهيوني؟ بالتأكيد، هذا ما أثبتته المقاومة وهذا ما تريد قوله المقاومة. المقاومة لا تعتدي على الاحتلال، هي ترد على عدوان الاحتلال، ترد على قصف الاحتلال، ترد على جرائم الاحتلال. صحيح أنها لا تملك السلاح الذي يوازن عدوان الاحتلال أو نفس الثقل الذي يضرب به الاحتلال، لكن المقاومة هي في النهاية مقاومة، مقاومة تقول للعالم أننا لن نصمت ولن نسكت ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال، أمام قتله للأطفال، أمام التغول على الشعب الفلسطيني، وبالتالي يأتي رد المقاومة بحسب إمكانيات المقاومة. نعم، هل يمكن للاتصالات المصرية والدولية أيضا إجبار الكيان الصهيوني على وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ حتى هذه اللحظة نجحت الوساطات الدولية والمصرية في كل مرة، لأن ليست هذه المرة الأولى التي يعتدي فيها الاحتلال ويريد أن يوقف مسيرات العودة من خلال القصف بسلاح الجو ومن خلال ضرب أهداف في داخل قطاع غزة. لقد تكرر ذلك عدة مرات خلال الشهرين الماضيين، وكانت دائما الوساطات العربية والدولية تتدخل لوقف هذا العدوان. واليوم حسب ما وردنا من أنباء حتى هذه اللحظة أن هناك وساطات نشطة جدا، وأنه تم التفاهم على إعادة الهدوء إلى ما كان عليه دون أن تلتزم المقاومة بوقف المسيرات أو بوقف إطلاق البالونات الحارقة كما طلب الاحتلال. برأيك أستاذ صلاح، يعني إلى أي مدى من الممكن أن تصنف تلك الغارة في إطار الضغوط المستمرة على غزة للقبول بما يسمى صفقة القرن، التي يقال بأن لمساتها الأخيرة سترسم في قمة ترامب بوتين بعد أيام؟ الحقيقة أن رد قطاع غزة هو إشارة إلى أن صفقة القرن مهما تآمر عليها ومهما شارك فيها من قوى إقليمية ودولية، إذا لم يقبلها الشعب الفلسطيني فلن تمر. الشعب الفلسطيني أسقط كثير من المؤامرات منذ 100 سنة، أسقط كثير من الصفقات، كثير من المشاريع التي حاول الغرب وحلفاء الاحتلال فرضها على القضية الفلسطينية، أسقطها جميعا، وقادر الشعب الفلسطيني على إسقاط بإذن الله إسقاط هذه الصفقة وقتلها في مهدها. نعم، الأستاذ المختص بالشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة وتابعنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.